مشاهدينا أسبوع جديد من برنامجكم الأسري صباحية جزم كالعادة مع مجموعة من الأخصائيين في جل الميادين. اليوم وككل يوم اثنين موعدنا كيتجدد مع فقرة بيني وبينك رفقة الدكتور لبنى بوحولي. اليوم غادي نتعرفوا معها أو غنتكلموا معها على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية. فقرة بيئتنا دكتور فؤاد الزهراني غادي يقدم لنا مجموعة من السلوكيات البيئية في فصل البرد. أما فقرة أفكار خضراء فغادي نستقبلوا اليوم مصممة الحدائق السيدة نادية التغزوتي باش نتعرفوا معها على طرق زراعة الأوركيد والعناية بها، كل هذا بعد النافذة القانونية رفقة البروفيسور محمد جمال معتوق. مرحبا بكم معنا في صباحية اليوم. معتوق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بروفيسور اليوم يعني من بعد ما تكلمنا على موضوع القسمة غادي نبقاو دائما مواصلين في المواضيع اللي كتعلق بمدونة الحقوق العينية، واليوم غادي نتكلموا على حق الشفعة، شنو كنقصدوا به ويعني لمن كيتعطى هذا الحق؟ طيب حق الشفعة هو حق تيكون لواحد الشريك اللي كيكون كيملك في واحد العقار حق ديالو، حقه في انه يشفع من اللي داك الشريك الاخر ديالو تيبيع حقه لواحد اجنبي. نعم. اذا بحال تتقول كاينو كيكونوا ناس بيناتهم وما كيبغيش واحد براني يدخل عليهم في داك الملكيه، كيكونوا كيملكوا اجزاء على الشيع. نعم. على واحد الشيع. نعم. اذا ملي كيبيع واحد من الشركاء لواحد السيد اجنبي براني، عند الشركاء كل واحد عنده الحق يمارس حق الشفعه. نعم. هاد الشفعه طبعا عندها شروط. الشرط الاول هو انه تيخصو يكون كيملك العقار. اذا الصفه ديالو خصو يكون مالك العقار، يعني ما يكونش مثلا عنده دي تريت مع لا بنك ولا شي حاجه. لا يكون عنده دونك ماشي مشكل حيت عنده. نعم. قرض. نعم. وعنده رهن ديال داك العقار ما تيمنعش انه عنده الصفه ديال المالك. نعم. غير هو تيكون هذاك الملك ديالو مقيد لان عنده ديون عطيها كضمانه. نعم. البنك اللي عطاه القرض. نعم. اذا خصو يكون كيملك. الحاجه الثانيه خص تكون الحيازه ديالو يكون تيحوز، ماشي يعني تكون الحيازه اما قانونيه او حيازه فعليه. ما معنى الحيازه القانونيه؟ هو العقار اللي كيكون محفظ فالتقييد ديالو في المحافظه يغني عن الحيازه الفعليه، حيت ملي كتكون سميتك داخل المحافظه. نعم. واخا ما تكونش تما، واخا تكون انت بعيد. بعيد. نعم. في بلاد اجنبيه وبعيد على العقار ديالك. دونك هنا فين كتبان الاهميه ديال التحفيظ. وجالس قالك فيه شي واحد. نعم. وترى مالك عليه شي واحد جالس فيه بنا فيه وجالس فيه وانت ما سيقش الاخبار. فبما انك مقيد في المحافظه فانت هو المالك قانونا للعقار، فهمت لك تمارس الشفعه فقط لانك مالك قانوني. ثم هناك هذه حيازه قانونية. ثم هناك الحيازه الفعليه هي ملي كتكون العقار مثلا غير محفظ ولكن راك انت اللي جالس فيه. مفهوم. خصك تكون جالس فيه، ماشي عندك شي نزاع مع شي واحد وهذاك الواحد هو اللي جالس فيه وكيحرطو ولا عنده دار جالس فيها حيت ما محفظاش. نعم. وانت عاد تدعي تقول انا عندي هاد الملكيه راه ديالي ومشيتي للمحكمه ولا كتنازع ولا خاطر خصك دير دعوه استحقاقيه الى اخره. نعم. الحيازه يا اما قانونيه او حيازه فعليه. فعليه. ثم ان يكون تاريخ تملكه للشيء المشاع او الجزء المشاع قبل تملك المشفوع بين يديه او من يديه. واخا هذا الجزء المشاع بروفيسور يقدر يكون مثلا عقار ويقدر يكون حق عيني كما تكلمتي على المثال ديال الارض. اييه. نعم. الحقوق العينيه. نعم. بحال الزينه، بحال السطحيه، بحال الهواء، بحال التعليه، هذه كلهم حقوق عينيه. وهنا دابا كنهضروا على الملكيه وطبعا الشفعه كتسري على الحقوق العينيه ايضا. ثم هناك شرط رابع ان يكون المشفوع منه قد تملك الحصه المبيعه بعوض. ما معنى بعوض؟ يعني ما تكونش هبه. نعم. ايشونج. لا ماشي العوض المقصود به هو الفلوس. العوض سي اون كومبونساسيون. عوض دونك مادي. ماشي لو تخوك، ماشي ليشونج. اه نعم. العوض هو الفلوس المقابل. اذا ملي كدير بحال مثلا انت عندك عقار على الشيا مع اشخاص اخرين وردتي مثلا وبغيتي تعطي واحد السيد دير له هبه. نعم. هل يجوز الشفعه بين الموهوب له بين يدي الموهوب له؟ لا. لا. حيت عطيتيها له بدون عوض. عطيتيها له هبه. نعم. غير ما خصش ديك الهبه تكون صوريه. اه. يكون غير في الشكل وانت راكي خديتي فلوس مخبعه. نعم. ودرتي هبه غير باش ما يشفع حتى شي حد. ايوه هنا كيفاش غادي. لا تيمكن نديروها انني درت عقد هبه بلا فلوس. نعم. وعطاني شيك مخبعه وما عطيتو لا الموثق ولا العدول. نعم. ولا يعني بيني وبينه. بيني وبينه ولا عطاني فلوس نقدا. انت خصك انت تجيبها يعني ما كيناش اون تخاس. ما كاين يعني ما غير ظاهر ولكن لبحتي وتحريتي ولقيتي ما يفيد انه كاين واحد الشيك دخل الحساب ديالك. نعم. في هذيك الفتره اللي انت بعتي له
واللي القيمه ديالو تقريبا عندها علاقه بذاك العقار، فتيمكننا نفترضوا بان هذا الشيك هذا راه عوض، وبالتالي ذاك الهبه اللي درنا هي صوريه ليس حقيقيه. اذا بعد هاد الشروط بربعه كاين طبعا كاين بزاف ديال المرات اللي كيتكرر عليا واحد السؤال، هي واش ملي كيتباع العقار في المزاد العلني واش يمكن للشركاء يشفعوا؟ بحال دابا حنا خوت بغينا نقسموا ما تفاهمناش، عندنا دار عندنا ارض، اذا جات غادي درنا القسمه في المحكمه، خرج خبير قال هذا العقار غير قابل للقسمه خصو يتباع في المزاد العلني. نعم. اذا ملي كيتباع في المزاد العلني واش انا يمكن لي نشفع؟ انا واحد من الشركاء، انا واحد من الورثه، اظن نعم. واش يمكن لي؟ لا، اذا الشفعه لا تجوز في البيع بالمزاد العلني، فهمتي؟ اذا جا شي واحد شرا براني. نعم. انت ماشي تشفع، انت تزايد ثلاثه معاهم. فوالا هادشي اللي بغيت نعرف، يعني حق واحد من الورثه انه حتى هو يتزايد ويعني ويحصل على ذاك الحق. يزايد، اي المزايده يمكن يدخل فيها. نعم. وغيحط الفلوس كلها في الصندوق. كلشي الثمن الاجمالي، وعاد هو ياخذ حقه. ماشي يحط غير حق الاخرين. فهم. النقطه الثانيه اللي هي مهمه في الشفعه واللي خصنا نعرفوها هي الاجل. الاجل ديال الشفعه هي مهمة. يعني نعم. حيت القضيه خصك تعرفي شنو الاهميه ديال هذه الشفعه. هو انه كاين اللي كيكون عنده واحد العقار غالي عليه، باه مات وخلى له ذاك العقار هو وخوته، ولكن هذاك الولد ولا هذيك البنت كانت عندها علاقه وطيده مع باها ولا مع امها وما بغاتش تفرط ذاك العقار، سواء دار قديمه يمكن ما تكونش عندها قيمه. نعم. ماديه كبيره، ولكن نقوله. قيمه عاطفيه. نعم. تاريخيه بالنسبه لها، ذكريات طفوله الى اخره، تضحيه ديال الاب ديالها ولا الاب ديالو، اذا ما باغيش يبيع. اذا انت خصني نعطي لهذا السيد هذا ولا هذه السيده واحد الاجل معقول باش الا جا واحد في خوته بغى يبيع حقه. نعم. ما يدخلش انا معايا شي واحد براني، ما بغيتش شي واحد يدخل معايا براني، بغيت هذه تبقى في سميتنا ديال العائله، ما تدخلش. نعم. ما يدخلش براني. اذا كاين ثلاثه ديال الاجالات. كاين الاجل الاول هو اجل ديال 30 يوم. فوقاش كيكون اجل ديال 30 يوم؟ هو ملي كيجي الشاري يشري البراني كيشري وكيخبر اللي كاينين الشركاء في العقار كلهم برساله مع الاشاره التواصل، تيقول لهم انا شريت وشريت ها بشحال، وها العقار اللي شريت، وها شكون انا اللي شريت، وها شكون اللي بالي، وها المساحه، وها الرسم العقاري، وها الثمن، وها المصروفات الاخرى اللي خسرت انا في هذا الملف. نعم. اللي هي داخله في هذا الصفقه اللي درت مع هذا السيد. نعم. هذه الرساله خصها توصل بها هذاك السيد اللي كيملك على الشيء شخصيا. نعم. في حين ان ملي كنديروا مسطره طلاق ولا مسطره قسمه ولا مسطره عقار ولا مسطره يمكن نبلغ في الدار الى غادي راجع اي واحد حليا بلغ. نعم. الا الشفعه تيخص هذاك السيد اللي كيملك. نعم. على الشيء هو اللي تبلغ شخصيا. ولا تغوكوموندي تكلمنا عليها. مع الاشعار بالتوصل. نعم. من الاحسن التبليغ كنفضل دائما يكون عن طريق مفوض قضائي. نعم. مفهوم. هذا الاجل ديال شهر 30 يوم، شهرا كاملا 30 يوما كاملة او كاملا. هذا الاجل الاول. هذا الاجل ملي كنبلغ. نعم. اذا بغيت نقصر على الاجل غادي هاك سيدي. أنا تنخبرك بأنني شريت. نعم. وهذه المعلومات خصها تكون في ذاك الرسالة. الأجل الثاني هو أجل ديال سنة. فوقاش هذا الأجل ديال السنة كنديروه؟ ملي كيكون مثلا العقار محفظ من نهار اللي درت العقد ديالي وحطيته في المحافظة. حيت أنا ملي كنشري والعقار كيكون محفظ باش يمكن لي نقيد العقار يرجع سميتي خصني لازم نحطه في المحافظة. حيت إذا ما حطيتوش في المحافظة وتقيد وتحولت الملكية لسميتي راه مازال ما كنملكش. ها هادشي كيعني انني ما عنديش نمارس حق الشفعه يعني في العقار الغير محفظ. لا انا غادي نجي للغير محفظ. نعم. ان هذا محفظ عندي فيه عام من تاريخ اللي وضعنا فيه العقد او دار فيه العقد او تم تقييد الملكيه ديالك في السجل العقاري. نعم. تم سنه. مزيان. هذا العقار هذه المساله هذه سواء العقار محفظ او عقار في طور التحفيظ. وكاين واحد الاجل ديال 4 سنوات اللي غادي يفتح لنا الباب حتى ل ل ل ل ل علاش قلت خصنا نحطوا هذاك العقد في المحافظه العقاريه؟ حيت به كيتم الاخبار، به كيكون الاشهار، حيت المحافظه العقاريه هي مفتوحه للجميع، وبالتالي وضع الملف فيها او وضع العقد فيها هو اشهار بحد ذاته، هو اشهار لان كيكون موضوع على الاشاره. اذا يفترض فيك العلم ان ذاك السيد راه شرى. نعم. إذن من تما من النهار اللي علمتي او النهار راه هو النهار اللي توضع
وتقيد في المحافظه. حيت يمكن لي ندير عقد ونوثق انا الموثق ويسني ويسني وعطيته الفلوس وعطاني الوثائق وكل شيء، ولكن ما حطيتوش في المحافظه. واش الاجل ديال العام غادي يسري؟ لا. نعم. حيت مازال بالنسبه لي انا ملي كنقلب انا كمالك على الشيع كنمشي للمحافظه نجيب شهاده الملكيه كنلقى خويا مازال معايا. نعم دوك ماشي ديالي. ما كاينش الاجل مازال. نعم. غير معني هذاك السيد. نهار يحط العقد ديالو تقيد انا كنصبح الاجل ديالي كيسري. والاجل الثالث هو اجل ديال 4 سنوات العقارات الغير محفظه. نعم. وحتى العقار المحفظ يعني ملي تيكون في الثوره التحفيظ ولا يعني لما علمتش لما تعلمش الانسان نهائيا ما تحققش العلم بان فلان باع وفلان شرى، فكيمكن يوصل الاجل الاربع سنوات. هاد يعني الطريقه باش مكتوب هذا العقد الاجل الرابع فيه شويه ديال، كنت نتمنى ان المشرع يعني يكتب واحد الطريقه إذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي 4 سنوات من تاريخ إبرام العقد. إذن هذا التحقق ما تيكونش غير في العقارات غير محفظة. نعم. أما العقارات المحفظة راه تيدخل للمحافظة وكيكون عارف بأنه راه فلان شرا وها بشحال شرا تيكون العقد تما داير فيه الثمن وبالتالي تيمكن له يمارس العقد ديال الشفعة ديالو. تنظن هذه هي. ثم كاين معلومة أخرى يمكن لي نضيفها هو أنه واش بداو يقولوا لك الوقت انتهى صافي. قالوها ان الشفعه ما كدارش جزئيا بحال دابا انت شريتي واحد الجزء في العقار شريتي عندنا 4 ديال الهكتارات وحنا بينا 5 ديال الورثه شريتي هكتار انت معند شي واحد منا ما يمكنليش نجي نشفع ناخذ منك غير نص الهكتار انت شريتي هكتار خصني نشفع في الهكتار كله كامل نعم اذا كنت انا مهتم بالشفعه يعني لا يبعد حق الشفعه لا يجزا هي لا يجزا تبارك الله عليك كالعاده دائما كنستافدوا معك بروفيسور محمد الجمال مع تبقى اللحظه مشاهدينا نمر لفقره افكار خضراء وافكار خضراء اليوم معك لاله ناديه ناديه تغزوتي اليوم غادي نتعرفوا معك على طرق الزراعه والعنايه بزهره الاوركيد وذكر انك مصممه حدائق تبارك الله عليك جبت لنا واحد الزهره التي تسمى بزهره عطر الملوك للاسف في المغرب ما نقدروش اننا يعني تكون عندنا لان المناخ ديالنا غير مناسب ولاني كنعرفوا انها يعني تزهر في المناطق اللي كتوفر على مناخ استوائي اذا تعرفوا على كيفاش نقدروا انها نستافدوا منها في البلاد ديالنا ونزينوا بها مثلا البيوت ديالنا خصوصا انها يعني زهره اللي حساسه للضوء وايضا عندها واحد الاحتياج كبير يعني حساسه للماء وعندها احتياج للضوء عندها نعم عندها شكرا استضافه مرحبا بك شكرا محتاج كتحتاج بزاف الضوء الاضاءه قويه اضاءه طبيعيه اللي كتدخل من الشجر بحق ما تقيسهاش الشمس نعم. ما تضربش فيها الشمس لحقاش وريقتها خفاف بزاف يقدروا يتحرقوا دونك الضوء والحراره لا الضوء الشمس الاشعه الشمس ما تضربش فيها الحراره ما تتصلحلهاش ما كتصلحش ليها درجه الحراره خصها تكون ما بين 17 حتى 25 الا كنا كنسخنوا الدار نحاولوا ما امكن نبعدوها من المركز ديال التسخين يعني عندنا الغادياتور ما نحطوهاش قدام الغادياتور خصها نحطوها شويه بعيد كتحتاج الرطوبه بزاف كما في الطبيعه لحقاش في الطبيعه في بلاد الموطن الاصلي كتعيش مع فوالا وكتعيش معلقه في الشجر يعني بالجذوره ديالها كتلوى على الشجره كتبقى معلقه بحال هكاك ما عرفتش واش فايته حطيتي السؤال على راسك علاش ديما كتكون في ديب في محابق بحال هكا شفافه الى ردينا البال النباتات الاخرين تيكونوا في المحابق بحال هكا غالقين نعم علاش كيبغيوش الضوء لحقاش هي كتاخذ الضوء من الجذوره ديالها كتحتاج الضوء نعم الجذوره ديالها اكثر نعم. من الوراق ديالها بالنسبه للنباتات الاخرين هذاك الشيء كنحطوهم في هاد لي بول اللي تيكونوا ترونسبارون فهم ملي كنجيو ناخذوها كنشريوها كنشريوها في ديبو زوينين ولكن تيكونوا اون سيراميك ما كيدخلش لهم الضوء دونك كنشريوها كنلقاوها في لي بيبينيير مثلا عندنا ملي كنلقاوها في لي بيبينيير كنلقاوها بحال هكا نعم. من بعد ملي كنجيو باش نشريوها كنشريوها مع هذا بحال هكا لحقاش هذا زوين وهذا كنلقاو انه داك الحال ما زوينش بزاف نعم غير لو كان في لي بيبينيير كاين الضوء بزاف
يعني ما كتضرش لا بلونط. ملي كندخلوها حنا عندنا للدار حنا اغلبيه الوقت ما كنحطوهاش قدام الشجر، كنحطوها في القنت ديال الصالون لحقاش كتجي زوينه بزاف. يعني هي للتزيين، الزينه هي انا الزينه بزاف. يعني من الاحسن الا كنا غنحطوها في شي بلاصه ما فيهاش الضوء بزاف، من الاحسن نحيدوا هاد البو هذا ونحطوا واحد اخر اللي يكون ديال الزاج. نعم، باش ان الجذور ديالها ياخذوا كفايتهم ديال الضوء. بالنسبه للاوركيد بزاف ديال الناس ملي كيشريوها من بعد ما كطيح ليها الورده ديالتها اش كيديروا بها؟ تيلوحوها، كتموت تيلوحوها كتموت. وهي عندها العمر ديالها تقدر تبقى معنا 20 عام. 20 عام لحقاش الا حافظنا عليها. الورده كتبقى ما بين 3 شهور حتى 6 شهور، وحده كتموت وحده كتحيا. غير وكان ملي كدا تموتنا الورده كدا تبدا تصفر خصنا نجبدوا الوريقه ديالها، كنجروا عليهم بحال هكا كتحيدوا كنحيدوهم. نعم، منين هاد البلاصه كامله هاد لومب فلورال كامله كتموت لينا، كنجيو خصنا نقطعوا البلاصه اللي ماتت باش نعطيوها الجهد باش تكبر مره واحده اخرى. نعم، الا رديتي البال هنايا بالنسبه للناس ديال البيبينيير راه قطعوا واحد العرش كان هنا، يعني كانت هذه فيها جوج ديال العروشه. نعم، واحد العرش هنا راه مقطوع، يعني انه مات باش يعطيو الجهد لهذه اللي بقات. نعم، قطعوه. هلال هو اللي خلى ان هذا العرش هذا يخرج عريش اخر جديد، يعني ما غاتجي تموت لينا هذه، يعني دوره الحياه هذا سيكل دو في. اكزاكتو، يعني وحده تتموت وحده وحده كتعيش. ولكن حنا خصنا نعطيوها الامكانيات. الامكانيات هو اننا نقصوا اي حاجه اللي يمكن تنقصها الجهد ديالها، نقيوها. نعم، دابا هذه حيدنا لهذاك العريش اللي كان مات، خرجت لنا عرش اخر. ملي غادي تموت لنا هذه كامله غنجيوها نقطعوها من هنايا. نعم، وهذه غتنور في نفس الوقت. النبته كتوجد راسها باش تخرج لنا واحد العريش اخر جديد. غادي يخرج ما بين وحده ورقه وورقه، وغتخرج وحده اخرى. في هذا الوقت هذا كامل خصنا نشوفوا النبته ديالتنا واش بدات كتزير في المحبق ديالها، باش نعرفها بدات كتزير. ملي كنشوفوا الجذوره كيخرجوا على برا. نعم، كيبداو يخرجوا يعني على برا، غادي خصها مساحه اكبر. خصها مساحه. نعم، اكبر. شنو غادي نقلوها يعني لغطو واحد اخر؟ نعم، كل عامين. ولكن ملي كنقلوها في الاوركيدا ما كاينش التراب، ما كنديروش التراب لحقاش التراب كيدير الظل كيخنق سميتو. هنا كنديرو شنو كاين تما؟ هنا كاين ليكوس ديال الشجر. الشجر، نعم. هنا ليكوس، ولا سينو كنديرو حتى واحد النوع ديال الصوفه راه كتباع كتسمى لاسفان. لاسفان هي كدار لحقاش كتخلي الضو يدخل. وهذه ما كيشدش الماء، لاسفان كتشد الماء، باغ كونت ليكوس ما كيشدوش الماء لحقاش خشب. ملي كنجيو نسقيوها ما كنسقوهاش بحال النباتات الاخرين. هادشي اللي بغيت نسولك، بما ان حساسه الماء فكيفاش يعني لا فريكونس ديالها ديال لا فريكونس ديال السقي ديالها؟ نعم، كنجبدوها بحال هكا. هنايا كيبين لك الجذوره خضرين فاتحين، اللي كيبداو يوليو شويه قويين. قويين معناتهم انا محتاجين بالماء. نعم، الماء الا كبينا الماء هكا الماء غيهبط لحقاش ما عندهاش التراب اللي كيشد الماء. نعم، يعني حنا اش غنديروا؟ غنشدوها وغنغطسوها كنغطسوها في الماء. كنشدوا واحد لاباسين، واحد اون باسين باسين وبانيو بانيو د الماء غير الماء ما يكونش جاي من الروبيني مباشره. الماء نجبدوه الا ما كانش عندنا الماء ديال البير، ماشي كنا عندنا الماء ديال البيض والماء ديال ولا الماء ديال الشتا. غناخذوا الماء من الروبيني، ناخذوه البارح ونخليوه الليله كامله باش ياخذ درجه حراره الغرفه. نعم، وما كهناش يكون دافي شويه لحقاش الشتا في المناطق الاستوائيه كطيح دافيه. علاش ما ناخذوش دافي من الاول يعني؟ ممكن نورمالمون كنسخنوه. كنسخنوه واحد شويه. نعم، كنسخنوه واحد شويه كنديرو الترمومتر 37 نعم صافي. وكنحطوه في ذاك البانيو وكنغطسوها 30 دقيقه. نعم، باش كتمس مزيان الماء اللي بغات. كنهزوها، وهنا الخطا الكبير. الا جينا وخشينا هذه مباشره هنايا، نعم، كتبقى تقطر الماء وكيبقى الماء في القاع وكيغرقوا لي غاسيل، تقدر تموت لنا لا بلون ديالنا. نعم، ضروري 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 نحيدوا الماء. من بعد نص ساعه نجيو ونخويو لو بو باش ما تخنقش لنا لا بلونط ديالتنا. يعني داك الماء المتسرب اللي تيبقى شايط ضروري نديروا بالنا معاه ونحيدوه. نحيدو هذه بصفه عامه لي بلونط. واخا شحال ديال الوقت؟ نص ساعه من بعد. لا، نص ساعه من بعد يعني شحال من مره يعني نقدروا نديروا هذه العمليه ديال السقي؟ كما قلت لك منين هادو كيوليو شويه قهويين. يعني انا خصني على حساب كل مره يعني نشرح لك علاش ما تنقولش. نعم، علاش كل مره تنقول بحال هكا؟ لحقاش الا كنتي كتسخني الدار ديالك
وكنتي انت كيجيك البرد بزاف غتسخني الدار ب 28 نقولوا مثلا، معني حتى انا غتنشفد ليا دغيا دغيا. نعم. الا كنتي ما كتسخنيش الدار ديالك يعني عندك واحد 16 17 درجه في الدار، يعني على حسب كيفاش عايشين حنا. نعم. والدار ديالي واش بارده ولا ما باردهش، مشمشه ولا ما مشمشاش، كتدخل الشميشه ولا لا، مفهوم؟ يعني هذاك الشيء. نعم. ديما خصنا نجيو ومره مره غنجيو نهزوها نطلو من بعد كنعرفوها كنديروها يلاه شهر الاول اللي كنبداو نطلعوا عليها كل مره، من بعد كنعرفوا لوغيتم ديال كل مره فوقاش نجيو نسقيوها. الحاجه اللي مهمه بزاف هو ان لوغ كيداي ورده ورده، يعني ما يمكنش يعني حنا كناخذوها لحقاش هي ورده، يعني محتاجه تغدى ضروري خصنا نعطيوها لي زونغري. لي زونغري يا اما غناخذوهم غنحطوهم في هذيك لاباسين اللي قلنا لا فريكونس مره في الشهر نديرو شويه، وما عمرنا ما نفوتوا العبار اللي مكتوب، لحقاش الا فتنا العبار اللي مكتوب حنايا المغاربه قلبنا كبير خصنا ضروري ندوزو زياده الكرم. هاد لونغري واش بارتيكولي ولا نقدروا مثلا نستافدوا من هادوك القشور بحال النباتات الاخرين، القشور ديال الفواكه ديال الخضار ديال انا؟ هادشي اللي كندير انا مثلا نشدي الخضره ديالك اللي بقات غتحطيها في الماء، غتطلق الجه ديالها كامل في الماء، غتصفي هذيك الخضره غتحيدها وغتغطسيها هي، ما غتكونش بنفس الفعاليه ديال واحد اللي مصايب. وكاينين دابا كاينين في المارشي في السوق المغربيه كاين الحمد لله كاين دي زونغري ديال المغاربه مغربي سماد مغربي 100%. نعم. يعني حاولوا ما امكن ناخذوا السماد المغربي والمغربي، ويعني ونشجعوا ايضا يعني المنتوج المحلي. داكشي اللي اكزاكتومون شي كاين الوغ قلنا ناخذوا داك القشور ونغطسوها في هذاك الماء. نعم. حتى نص ساعه من بعد شدوها تحطوها تقطر واحد شويه عاد ردوها للبو ديالها. الا خدينا سماد بحال هكا غنجبدوها، ما نقدرش نجبدوها من المحبق ديالها. علاش؟ لحقاش ملي غنجبدوها غيطيح لنا هذا الشيء كامل. باش ردوها غادي نقصحوا لي غاسينز. كيف غادي نجيو غير غنرشوا، ولكن خصو يتحرك بزاف ديما ملي كنكون عندنا ليكيد بحال هكا خصنا نرشوا، وكنرشوا لها لي غاسين ديالها. هذا كنديروه مره في الشهر ولكن ضروري باش نقدروا نعطيو الجهد لابلونت ديالنا. لي بلونت كاملين بغض النظر على لي غاسين بالنسبه لوركيدي تيبغوا النظافه. نعم. ضروري نعتنيو ناخذوا واحد الماء اللي ما يكونش جاي مباشره من الروبيني، يكون حتى هو دوز ليله كامله. نعم. وغنجيو وغنرشوا هكا في الوجه وفي القفا. هاتي هاد العمليه شحال نقدر نديروها ديال هادي؟ شحال ما قديتي؟ شحال ما قديتي؟ شحال ما قديتي باسكو هي ما كتحتاج الماء بزاف، يعني كل نهار كل نهار صعيب على واحد يديرها كل نهار، يعني فوقاش ما كان عندك شويه ديال الوقيت. بالنسبه للناس اللي كتغبر لهم وحنا كنا كتغبر لنا الدار، نجيبوا نجيب واحد هذاك الشيء اللي كنمسحوا بها هكا وكنمسحوا بها بحال هكا. ولا بلونت كتاخذ الخضوريه مزيان لحقاش الا ما خداتش الضو ما غاديرش الورد، ما تكبرش، ما غادير حتى شي حاجه. تبارك الله عليك لاله ناديه، الله يبارك معك. شكرا ما شاء الله عليك وتبارك الله على الطرق وحتى الطريقه ديال باش شرحتي لنا وكانت مبسطه ما شاء الله عليك. الله يبارك. اذا مشاهدينا نمر الان لفقره بيني وبينك. دكتور بوحاولي السلام عليكم. وعليكم السلام لما ها. اذا دكتور اليوم غادي نتكلموا على ما نقولوا موضوع الساعه. يمكن ان الموضوع فاش غادي نبداو نتكلموا عليه الناس غيجي لهم في بالهم انه موضوع التي يخص المراهقين الشباب الاطفال، ولكن في الكوليس تكلمنا عرفت ان الموضوع هو اكبر من ذلك واعمق. اليوم غنتكلموا على تاثير وسائل التواصل الاجتماعي على النفسيه، ماشي غير النفسيه، على النفسيه وعلى الصحه الجسديه وحتى العقليه يعني في بعض الاحيان. احنا الان يعني عايشين اكثر في عالم افتراضي اكثر ما هو عالم حقيقي للاسف. من بين هذا الشيء كامل ايه وسائل التواصل الاجتماعي عندهم الايجابيات ديالهم، كيخلي القرابين من الاشخاص، يعني المعلومه كناخذوها في ساعه، يعني ما كنتعطلوش لي اس ام اس لي لي لي. دونك هذه كلها مساله مزيانه، ولكن المشكل هو فاش كطيحوا في الافراط في ليكسي، هنا المشكل. السؤال كيفاش نحققوا التوازن في استعمال لي ريزو سوسيو او وسائل التواصل الاجتماعي؟ فالسلام عليكم. وعليكم السلام. ففعلا الموضوع تهمنا جميع الفئات العمرية باختلافها، وبطبيعة الحال أكيد غيكونوا فئات أكثر هشاشة كالناس الصغار الأطفال والمراهقين والشباب. ولكن كما قلت يا لماها موضوع تهمنا جميع. علاش؟ لأنه وسائل التواصل الاجتماعي
اكيد ولات واحد الظاهره اللي هي يعني فرضت نفسها واقع واقع ما عندناش عايشين كاين. وكما قلتي على مها عندها منافع ماشي ما عندهاش منافع باش نكونوا واقعيين، عندها منافع يعني اقتصاديه، الناس كاين كيقدروا مثلا يقدروا يروجوا بعض البضاعات ديالهم بطريقه تجارة الكترونيه تجاره الكترونيه كما قلتي كاين معلومات نقدروا نتوصلوا لها بسرعه، كاين تواصل مثلا ابليكاسيون مفيدين يعني مثلا الناس اللي في الغربه مثلا على برا قربت البعيد فانسان ما بقيناش كتوحشوهم دابا تبارك الله ولا كنتوحشو دابا ولا صوت وصوره دكتور ولكن خفت هذيك الوطأ ديال الغربه خفتو بشكل كبير. اذا اكيد كاين منافع كثيره، انما تنظن باننا كنلمسوا واحد الخطوره اللي هي للاسف كاينه وكما قلنا في جميع الفئات العمريه. ف عدة دراسات دارت على مستوى العالمي اللي خدات اعداد كبيره من المشاركين اللي بينات بشكل واضح ومباشر التاثير المباشر على الصحه النفسيه والعقليه، منها حالات الاكتئاب، حالات القلق، حالات تشتيت الافكار، عدم التركيز، اللعنه والمقارنه. احنا غنوصلوا لها عند المراهقات والمراهقين هذاك التاثير اكيد وغادي هو اللي غيوصل هذا الشيء المقارنه غتوصل التنمر الالكتروني، كاين حالات الادمان الالكتروني، يعني كاين مشاكل نفسيه وتاثير نفسي كبير اللي كيبدا من خلال كما قلتي على مها وبرافو عليك على هذه الجمله، لانه مشكل كبير اننا نبقاو نتقارنوا مع ناس اللي ما كنعرفوهمش، الناس اللي اصلا فاش كيدوزوا داك الفيديو ديالهم مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي راه خداو وقت كبير باش يوجدوا واحد بعض دقائق او ثواني اللي غيبينوا راسهم في احسن صوره ليهم. بيان سيغ هذاك ماشي هو الواقع نهائيا. مثلا غادي تلقى بزاف الناس متبعين بزاف الناس اللي هما غيبينوا واحد الحياه افتراضيه اللي ماشي حقيقيه ديالهم في بيتهم، مثلا زوج وزوجه مع الاطفال ديالهم وكيوريو كيحاولوا يكونوا قراب للواقع، ولكن في نفس الوقت راهم كيبينوا واحد الشكل اللي هو جميل بزاف، حتى ملي كيشوفوا اولا كيبينوا نفسهم في حاله مثلا ديال انفعال او لا حاله توتر او لا هذه في البلاصه كيعاودوا يبينوا راسهم تصالحوا كيبينوا راسهم زوينين. فالخطوره هنا سيناريو يعني كتعرف تفهم يعني الانسان كيوصل واحد المستوى من الوعي والنضج اللي غنعرفوا بان داك السيناريو لمجرد اننا نجمعوا واحد القياس كبير ديال دابا ما يسمى بواحد العدد ديال الكا ولا العدد ديال يعني اللايكات او الجيمات اللي كاينين. يعني للاسف هذه الظاهره مع احترامي للناس جميعا ظاهرة خطيرة اننا ولينا كنتقارنوا لا في المساوئ لا في المحاسن، لان لا المحاسن محاسن اللي هي مطلقة ولا المساوئ مساوئ اللي هي مطلقة. مثلا الناس اللي غادي يبقى مثلا الاشهار باستمرار او مثلا الماركات الجديدة باستمرار، فواحد ناخذوا مثال ديال ربة بيت انسانة بسيطة اللي عايشة بمستوى اللي هو الحمد لله مستور كما كنقولوا، ولكن إلا بقات هذاك السيدة أو حتى هذاك السيد أو الشاب أو الشابة أو كيف ما كانت الأعمار، إلا بقات كتشوف دائما الناس كتبدل، ناس كتسافر باستمرار، ناس غادية كتدير شي حوايج شي ماركات جديدة اللي غادي تسوى ثمن، فغادي يولي يبان لها راسها بشكل لا واعي وغير مباشر أنها صغيرة أنها ما عندهاش قيمة. وهنا إلا بدينا كنشوفوا راسنا ما عندناش قيمة بشويه بشويه راه هذا هو النواه الاصليه اللي غنوصلوا لحاله الاكتئاب. الاكتئاب، العزله، الوحدانيه، عيشه مع العالم الافتراضي. العالم الافتراضي كيبين ليا كلشي زوين وانا شنو، انا ما كنسوى والو، انا ما كيسافر بيا راجلي ما كيدير ليا فكينوضوا مشاكل، انا ما عجبنيش راسي، فاذا هذه كتصوب شعرها باستمرار، هذه كتبان ليا زويونه مكذا وانا كتلبس لي ماك كتلبس لي ماك وهذه. اذا هنا لازم كما قلتي لا معها ناخذ الوعي بالشيء، راه هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي فيها خطوره كبيره وخصنا نعرفوا بان هاد الخطوره راه ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه، راه ماشي شي حاجه اللي ما غتاثرش عليا تاثر على الاخرين، انا لا انا بعقلي راه حتى واحد فينا ما هو كامل او لا ما يتقاش، راه اي واحد فينا يتقاس. دونك الا بغيت نفهم دكتور انني الا بغيت نوصل لهذا التوازن النفسي ما بين انني نستغل ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي ونبعد على السلبيات، اظن ان اول حاجه خاصني نقول بعدا انا شنو هو الهدف ديالي، شنو كنتظر
من هذوك لي ريزوس، من هذوك لي ريزوس. نعم. ونعرف نأطر نفسي في هذوك الوسائل او منصات تتكلم عن المشاعر، كنظن يعني كيفاش انني نتغلب على المشاعر ديالي ملي غنشوف شي حاجه مثلا اما اللي غتستفزني او اللي غتقلقني او اللي غادي نبغي مثلا واحد الاجابه. ولينا دابا تنشوفوا الناس كلهم كيتسناو لي ريبونس، لا كتبت ما جاوبوش، ما دارش لي اعجاب، ما داروش لي اعجاب. هنا هنا فاش غندخل غادي ندخل في واحد يعني في واحد التوتر، واحد القلق اللي انا اكيد غادي يوصلني لاضطراب مرضي الا بقيت في هذه الحاله. فاذا خصني نعرف نوعى بهذه المساله، ومن خلال بيني وبينك احنا كنحاولوا اننا نوعوا الناس راه هذا مشكل كبير، وراه يقدر كما قلت يخصنا كلنا، وما يمكنليش نحاربوا بشكل يعني عشوائي، راه خصني نحاربوا بشكل مؤطر. كيفاش غتقول لي؟ اول شيء انني نقص من كثره المنصات بعداك، ماشي ضروري يكون عندي حيت واحد اخر عنده بلا ما نقول سميات هذا وهذا وهذا، هذا الاسم وهذا الاسم وهذا الاسم ديال المنصه، حتى انا خصي يكون عندي. اشنو كنستافد انا من هذه المنصه؟ اشنو المردوديه اللي عندي فيها؟ اشنو الانتظارات ديالي؟ واش بغيت غير نشري شي منتوج بثمن مزيان وناخذ واحد الفرصه مزيانه تجاريه ونعرف شنو بغيت اصلا؟ وحتى الشري راه ماشي كنشري غير هكاك حيت كاينه فرصه، خصني نعرف الشري اللي كاينه حاجه، كاين حاجه ماشي غير حيت كاين فرصه فقط. اذا نعرف شنو الانتظار ديالي ونقنن الوقت اللي كندوزو فيها، بل وناخذ المنفعه، لان كما قلنا في الاول راه هاد المنصات راه فيها منفعه. ناخذ منصات او لا ناخذ دي باج اللي فيهم مثلا معلومات اللي غينفعوني، اللي غادي ينفعوني، او لا مثلا مسائل اللي هي مهدئه لمالا. كاين بزاف الحوايج اللي نقدر نستافد منهم اللي غناخذ نركز الجانب الايجابي فيهم. ولا كنت واعي بهذه المساله كما قلتي راه ممكن بعض الفيديوهات اللي كنبقى نشوف فيهم غير مشاكل ديال الناس، هذا وقالوا مشكل علاش غادي نمشي علاش غنشارك انا باش المصائب تاثر على صحتي النفسيه. مصائب المجتمعات كلها كتجمع وكتركز في هذه المنصات. اذا هذه المصائب راه الله سبحانه وتعالى قاد بالدنيا ومالها، اذا كل واحد يديها في راسه ويركز على نفسه ويشوف شنو بغى هويا من هذه المنصه. اهم شيء كما قلنا احنا وعينا به، غادي نقص من الوقت، غادي ناثروا. كاين نقطة أخرى اللي هي مهمة، هي غنشغل وقتي في شي حاجة اللي ما عندها حتى علاقة مع العالم الحقيقي، مع العالم الحقيقي، مع والديا، مع العائلة ديالي، مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع ديزاكتيفيتي، أنشطة، نخرج للطبيعة، راه الطبيعة توحشاتنا، ماشي غير حنا اللي توحشنا، راه خصنا نخرجوا للطبيعة. يعني كيما كان الجو او الطقس خصني نخرج وناخذ خلال النهار ديالي اللي ما عندوش البحر، عنده الجبل، الحمد لله بلادنا غزاله وحباها الله بالطبيعه اللي هي خلابه. اذا هذه مسائل مهمه، نحاول نخرج نتلاقى مع الاصدقاء، نتلاقى مع العائله ديالي، نتواصل مع الوليدات ديالي، مع الخوت ديالي، مع الاصدقاء ديالي. الا اضطرت بشكل سلس الوقت ديالي ما بين شويه ما غاديش نحيد، ولكن غندير شويه ديال المنصات. راه على هذه المساله هذه ديال تاثير الوقت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، كاينين دابا كنظن ان هاد الهواتف الذكيه كلهم تيعطيوك شحال ديال الوقت دوزتي دوزتي مثلا في شاك ريزو سوسيال. كل ريزو اكزاكتومون. الا درنا هاد التطبيق غادي نعرف راسي شحال دوزت، غنعرف باننا كندوزوا وقت فظيع في الهاتف وفي المنصات ديال التواصل الاجتماعي اللي كتولي لا اجتماعي للاسف. الا اضطرناها وحطينا راسنا فرصه في التفاعل مع المجتمع ديالنا الحقيقي الواقعي باش نكونوا شويه مثبتين، رجلينا خصنا يوقفوا الارض، ماشي نبقاو هي كنحلموا بزاف. على قبل ما يكونوا شنو كنا كنديروا؟ قبل ما يكونوا وسائل التواصل الاجتماعي شنو؟ الله يعطيك الصحة. نرجعوا للمطالعة، قراءة، الأنشطة اليدوية كما درتي دابا مع السيدة في لا روبريك ديال الأفكار الخضراء. تبارك الله عليها. ندير شوية الغرس، نقلب على فيه متعة، راه فيها متعة. نقلب على نباتات، ندير عشبيقات ولا شي حاجة بسيطة. الغرس غير هوايتي، مش ندير رياضة. رياضة، أنشطة رياضية. وهي اللواية كنا شحال هذه، هي اللواية كتبقى قبلها وكتنقيها وكتطلعها. إذا كاين أنشطة بسيطة إلا دخلتهم وعمرت راسي بالحاجة اللي هي واقعية واللي هي يعني مفيدة، ماشي غير نضيع الوقت وناكل في الوقت ديالي. نعم، يقول لك الملل كيخلي يرجع منا أشخاص مبدعين. لا يعني كان عندنا إرادة تماما، شحال ما بعدنا على على, على 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 وسائل التواصل الاجتماعي، شحال ما غادي نوليو أكثر يعني إبداع، وغادي نكتشفوا مسائل أخرى اللي نقدروا نلقاو فيها لو بليزيغ ديالنا من غير وبلا يعني ما نمرضوا الافراد في استهلاك الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي. اكيد اكيد تمام. فاكيد دكتور بوحولي ما بقى لي غير نشكرك على التوضيحات اللي قدمتي لنا، توضيحات ومعلومات مفيده جدا غتنفعنا كاملين في حياتنا اليوميه كبار ولا صغار.
شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا نمر لآخر فقرة وفقرة بيئتنا. فقرة بيئتنا كالعادة رفقة سي فؤاد الزهراني. فاليوم غادي نتعرفوا معك على بعض السلوكيات اللي نقدروا أننا نحن يعني كأشخاص أننا نقوموا به في فصل البرد محافظة على البيئة ديالنا وعلى الأرض ديالنا اللي تكرفصنا عليها في هاد الثلاث عقود الأخيرة. وللأسف فاش كنشوف هاد يعني هاد التأثير السلبي لينا مثلا غير حنا كأشخاص أولا كمصانع أو شركات أو على البيئة ديالنا، فتيبان لي أنه تصرف أناني يا دكتور جدا. وغير باش نكمل، لأن هاد السلوكيات تتخليك أنك أيضا توفر في المال. نعم. لأنه زيادة على الحفاظ على البيئة، زيادة على الحفاظ على الموارد، فهو تيقيسنا مباشرة. وخصوصا أننا يمكن نديرو بعض السلوكيات اللي تخليك أنك تقتصد شوية وتربح شوية في الفاتورة مثلا ديال الاستهلاك ديال الطاقة. غير ملي تنتكلموا على فصل الشتاء والبرد، فتنتكلموا أننا خاصنا تنوليو نسارعوا الزمن باش أننا نقاوموا هذا البرد ونشوفوا وسائل اللي تخلينا تدفئة مثلا ديال التدفئة. وهي اللي كثيرة، وهنا تلقاو يعني واحد العدد كبير في الأسواق، ولكن خاصنا نعرفوا شنو اللي توالمنا وأيضا شنو اللي توالم حتى بيئتنا. نعم. وجيبنا. اذا تلقوا بزاف، تلقوا مثلا في الدول الاوروبيه منعوا ديال الفيول، يعني اللي جاي من الفيول ومن الفحم الحجري، هذا السنترال يعني حيدوه، لانه دابا ولينا تنتكلموا على الاحتباس الحراري وعلى الانبعاثات المباشره ديال هذه الغازات اللي تتسبب الاحتباس الحراري. تنجيو تلقاو مثلا اكسيد الكربون اظن اللي تعطي ثنائي اكسيد الكربون، وايضا كاين الميثان، كاين البخار ديال الماء، كاينين مشتقات ديال الازوت ديال يعني كاينين بزاف ديال الغازات اللي كل وحده والدرجه ديالها باش تساهم في هذا الاحتباس الحراري. غير نفسر بان راه الاحتباس الحراري راه تيخلي ان ديك الغازات الدافئه ما تتخرجش من الغلاف الجوي وتتخليها انها تعكس بفضل هذوك ولا السوء يعني سوء الحظ، ان هذيك الملوثات تتخليها انها تنعكس، الارض تمتص 50%، هذيك 5% اللي تتحاول انها ترجع تتولي ترجع لنا حنا للارض وتتسبب لنا هذا الاحتباس، وتنوليو بحال عايشين يعني في واحد السير ولا واحد في واحد الفقاعه ولا يعني واحد القاعه مغلقه. غير باش نرجع لوسائل التدفئه، فانا تلقاو بانه كاينين بزاف ديال الوسائل، ولكن تمشيو مباشره حنا اللي تجينا سهله هي هذيك ديال الكهرباء وديال الضوء، وهنا تيولي عندنا يعني الشوميني. بالنسبه للناس اللي عندهم الشوميني، هذيك احسن حاجه. اللي عنده الشوميني فهنا تنتكلموا على البيوماس، يعني الكتله الحيويه واللي هي من الطاقات المتجدده. غير هي خاصنا اولا اذا كانت الشوميني ما تخدمش يعني واحد المده في الوقف في السنه اللي كثيره، فخاصنا نديروا يعني في اصغر التهيئه والصيانه ديالها، وكذلك الرقبوا، لان كاينه اللي تتنبع تدير بزاف ديال الدخان وايضا بزاف ديال الغازات اللي تنتكلموا عليها، غازات قد تسبب هذا الاحتباس الحراري. اذا خاصها غير شويه ديال الصيانه. ولكن ملي تنجيو الاجهزه ديال التدفئه بالكهرباء، فهنا تنشوفوا باننا بعض الخطرات وتيبقى فيا الحال، دابا تمشيو ندخلوا مثلا عند ادارات المصانع المنازل، تلقاهم دابا عندهم هذه الاجهزه اللي تدير التبريد والتدفئه في ان واحد، ولكن الكليماتيزور. ولكن ملي تجي تشوفها تلقى بانه داير على 25 على 26، يعني باغي داك الصيف اللي عاشو يبقى عنده في المنزل ديالو. هذه السلوكيات اللي هي حتى للجسم تكبطوا شي مانطا وشي بطبيعه الحال، لان حتى الجسم ما مزيانش، وكاع القوانين اللي مديوره في الدول كامله وخصوصا في اوروبا، فتنتكلموا انه في المنزل ولا الغرفه اللي غنكونوا فيها خاص درجه الحراره تكون 20 درجه. هادشي راه سورتو في النعاس، لا بغي النعاس 18 درجه اقل، يعني خاصنا درجه تكون بارده واحد درجتين في النعاس. نعم. ونحاولوا نتغطاو. نعم. ولكن يعني في الغرفه اللي نكونوا فيها 20 درجه راه كافيه، غير خاص يكون معها بعض السلوكيات، مثلا اننا هذيك القاعه اللي غادي ندفيوها نسدوا القاعات اللي ما يكونوش فيهم هذاك الشوفاج، يعني ما دايرينش، لان باش ما تمشيش هذيك الطاقه اللي عندنا ما تخرجش، ما نخليوش يعني ديفويت دوك الشقوق اللي تيكونوا لحدا النوافذ لا في الشراجم لا في الحيوط لا في يعني شحال من حاجه خاصنا نردوا معها البال، لانها قد تكون فويت غير البيبان، غير البيبان الا ما كانش عندهم داك داك البونجا التحتانيه اللي نديروا واحد البونجا ولا واحد الخشبه موجودين يعني في دروغري. نعم. اللي غتخلي انه ما يخرجش ديك الطاقه اللي عندنا. نعم. دوك هنا تنوليو اننا حتى الا استعملنا ديك الكهرباء فنستعملوها يعني وما نضيعوش بزاف. نعم. شوفي درجه واحده
درجه. دابا قلت لك مثلا 20، الشيء اللي درت انا 19 وبغيت نزيد نقتصد، هذيك درجه تتخليني انني نوفر 7%، وهذه دراسات مضبوطه اللي داروها مجموعه من الباحثين، 7% ديال الفاتوره اللي تنوفر. كما تنتكلموا تنعاودوا نتكلموا في هذا فصل الشتاء، تنخليو حنا لي بريز بارتو وشاعلين، هذيك 10% فاتورات الكهرباء، يعني غادي نوفر فيها حتى هي. نوفر في المال 10% غير في هذوك لي بريز اللي تنخليهم شاعلين وحنا ما عندنا بهم حتى شي علاقه. ولا ديال التلفازه مثلا، لي غوتور ديال الانترنت اللي تكون عندك شي لي برونشي، خصو يكون طافي كنظن، خصو يتحيد يطفى، ولا كان كاع البريز يطفى. نعم. لانه الا بقى هذيك لا كونسوماسيون اللي مخبيه حتى الانتيريبتور بطبيعه الحال خاصو يطفى. لا ماشي الانتيريبتور ديال الضو ديال لا 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 غادي يمشي للثلاجه. نعم. لا تنتكلم غير على دوك لي ملتي بريز. يعني هذاك لي ملتي بريز خاصنا عندنا ديك داك البوطون داك الحمراء اللي تيشعل نطفيوها. نعم. اذا هذه نقدروا نوفروا حتى ديك 10%. انا تكلمت على 7% وتكلمت يعني على يعني شويه شويه من كل حاجه غادي نوفر واحد النسبه معقوله بطبيعه الحال. نعم. شوف شتي داروا دراسات. احنا دابا غير ملي تيجي فصل الشتاء فاش تنفكروا؟ تنفكروا خاصنا نلبسوا مزيان، يعني نتغطاو، خاصنا ناكلوا مزيان لان باش نحرقوا الدهون وتكون عندنا واحد الحراره بصارة. خاصنا نشربوا ونشربوا شي نشربوا شي حاجه سخونه باش دفينا، وهادو كلهم تيخليو انهم يعطيونا واحد الكونفور مزيان. ولكن ملي تنشوفوا دراسات داروا مثلا على اغلبيه ديال الجيوش لانهم تيقاوموا ديك الظروف ديال البروده، فلقاو هادشي دراسات اللي قديمه وبقى يعني تثبت الفعاليه ديالها. فمتى تنتعرضوا مثلا الجسم ديالنا تيتعرض لواحد درجه الحراره اللي تتخليك انك ترتعش، فمع المده يعني بعد اسبوعين اللي تجلس مثلا في الجو ديال البارد واحد 8 السوايع وتحس بداك الارتعاش، بعد اسبوعين تتحيد داك الارتعاش. غير هنا يعني خاص يعني مراعاه الناس اللي مرض بالقلب والناس يعني معلوم. اللي عندهم متبعين امراض يعني خاص الطبيب ديالهم هو اللي يقول لهم هذه المسائل. احنا ما تنقولوش غير لان ما تيكون البرد الناس العادي يعني الشخص العادي اللي ما عندي ممرض، لان مع البرد الاوعيه الدمويه تضيق وتولي يعني الضغط يرتفع، ولكن الناس العاديين يقدروا يقاوموا شويه يقدروا. شوف في ليزيكو جيست في المنزل ديالنا كنا تندخلوا تلقاو الزرابي داك بوشروي داك اللي مفرشينه في الارض، هذاك من ليزيكو جيست اللي تخلي ان الدار تبقى دافيه شاده السخونيه، تتشد ديك السخونيه. يعني السخونيه المغربيه راه كلها لي موكيت وهذا اللي ما عنده الناس بزاف دايرين الباركي، والباركي كنعرفوا كاينه لاموس يعني وكتشد ليهم حتى هي السخونيه. نعم عندنا المنطات فما تنقولكش تبقى في البرد، ولكن تنقص درجات الحراره ما تخليهاش كثيره لانها يعني ما كايناش فائده اننا ننعس وعندي واحد الاله اللي هي ديال الكهرباء وخدامه وتدي لي واحد الكونفور اللي هو يعني واحد الحراره، وهذيك الحراره ملي تنفيق الصباح تلقى ليميديتي. فهنا من لي زيكو جاست خاصني واخا يكون البرد من بعد غادي الغمويه في الحيوط وغادي دير لي نعم ونهوي المنزل ديالي اوموا الا كنت غنكون فيه واحد 3-4 الخطرات. يعني اكثر من 5 دقائق تنحل النوافذ وتندير واحد الكوروندير واخا يكون البرد باش نخرج، لان حتى الا بغيت نشغل شي جهاز ديال التدفئه فما تيكون الهواء يعني يميد رطب ما تيسخنش مزيان، خاصو يكون ساك. هذاك اللي تندخلوه نعم هذاك اللي تيدخل من برا هو اللي تيخلي ان الهواء يعني يسخن يتشدد في ساعة وتشدك السخونيه. نعم. اذا هذه حاجه اخرى اللي خاصنا نبقى نديروها، ما نساوش انها خاص تكون تهويه. والناس اللي عندهم الامكانيات فكاين يعني اليات اللي هي متطوره وكاينه دابا في الاسواق، تنهضروا على دوك لي بومب شالور يعني دوك المضخات ديال الحراريه، وهادوك شنو الدور ديالهم؟ انهم تيدخلوا داك الهواء اللي تيكون برا بارد وتيسخنوه، وهنا تنستافدوا غير هي من تجديد الهواء بعدا تجديد الهواء، ولكن تيدخل واحد الهواء اللي هو سخون ونقي. غير حاجه اخرى ولاو دابا مضخات، هاد المضخات الحراريه اللي هي البومبا شالور ولاو كيرتبطوا بطاقه متجدده، الا كانوا غير ارتبطوا لنا بالسولير وحنا في بلاد اللي فيها الشمس علاش لا؟ علاش لا؟ كاين بزاف ديال البوطه دابا، ولات شي وحدين ديال البوطه ولاو تيخدموا بهم الناس. واه البوطه انت تتعرفي الغاز وتنعرفوا المشاكل اللي قد يكونوا ديال لي فويت. يعني انا تنفضل انه الا كانت شي حاجه مرتبطه بالطاقه المتجدده، وخصوصا لا. ان الانسان تيستثمر دابا راه ولا عندنا قانون وحنا بلاد مشمس علاش لا؟ هذاك الفائض ديالنا نقدو نبيعوه نقدو نعطيوه للشركه اللي مكلفه بالكهرباء. فعلاش انا ما نديرش واحد الانفستيسمون عندي في داري ديال الطاقه الشمسيه ونحاول انني نوبتيميزي يكون عندي الكونفور مزيان، ولكن الكونفور اللي ما يعودش عليا انا يعني بتضيع ديال الموارد تضيع ديال ونضرب البيئه وايضا الفاتوره. الفاتوره انت قلتي يعني باش غادي ندير اون ستاسيون مثلا سولير في البيت ديالي، راه ماشي فقط غادي نستافد انني غادي تدفيني انا ولكن غنسخن بها حمامي
بطبيعه الحال. غير انا بغيت ناكد انا غندير بها شحال من حاجه، واننا خاصنا نعطيو فرصه للجسم ديالنا انه يتاقلم مع البرد. راه تنشوف مغاربه عايشين في سيبيريا وعايشين مزيان لان تاقلموا، ماشي حيت حنا لا كاين تاقلم. والله العظيم الا الجسم ديالنا عندي اصدقاء اللي كيمشيو للبحر في الشتاء والبرد ما عندهمش مشكل، وما عندهم حتى شي مشكل، ولفوا ولاو في صحه جيده، ولفوا وخصوصا الناس اللي كان عندهم امراض حساسيه الى غيرها. ملي تنخليو الجسم ديالنا ما يتاقلمش وتنبغيو نسعيو لواحد الوسائل الراحه اللي تقد تعود علينا بالضرر وبالغلا، فهنا تيولي مشكل. اذا نعطيو فرصه للجسم ديالنا. شوف باش نختم، حتى الاسماك تنعرفوا بانهم تياخذوا درجات الحراره ديال الماء، ولكن كاينين اسماك اللي تيقاوموا بزاف البروده واللي تيكونوا في ذاك الجليد، فهذوك القاوم حتى في فصل اللي تيكون سخون تيمشيو للمناطق اللي هي بارده، لانهم تيتعودوا بحال تيتمرنوا في فتره الصيف باش يكونوا في الفتره ديال الشتاء يقاوموا هذاك البرد. وهذه دراسات دارت. اذا تناكدوا ان خاص تكون سلوكيات فصل البرد مزيان، يا ربي ترحمنا، بغينا الشتاء، بغينا الثلج، بغينا نشوفوا هذا الشيء، لان هذا الشيء مزيان، هذا الشيء داخل في حياتنا. ولكن ايضا ما خصناش نبالغوا، خصنا الا صبنا نستعملوا الكتله الحيويه، يعني ذاك المجمر وديك السخونيه اللي كنا تنديروهم شحال هذه، فمزيان مجمر عليه غير ما نخليوش عليه مقراش معلوم، وما نخليوش شحال من حاله وفاه بهذه القضيه ديال المجمر اللي كيبات معاهم في الغرفه. تيستهلك الاكسجين، ذاك الاحتراق تيستهلك الاكسجين، اذا نخرجوه من المنزل في الليل، نسخنوه ونخرجوه على برا، ما نخليوش يبات معنا، ما نخليوش ديك السخونيه لان قد تعود بعواقب وخيمه على الصحه ديالنا. اكيد كالعاده كنشكرك على المعلومات القيمه اللي كتقدمها لينا دكتور فؤاد الزهراني. اذا مشاهدينا، تشوهات الخلقيه الداخليه للرحم موضوع فقره امومه للغد رفقه الدكتور ناديه مزيان. فقره نصائح في التغذيه غادي نسلطوا الضوء على فوائد البكتيريا النافعه بحضور الاخصائي في الميدان محمد الدهشور. الكل والمزيد في صباحيه دوزان، الى اللقاء.